الحركه هذه الايامات محركه ما بها شيء مزيانه، ولكن حنا عندنا التبن غالي، النخاله غاليه، الشعير غالي، مكرفسين في هادشي. ما الحرفه زوينه غاديه خدامه كل شيء غادي مقاد. كاين قبل الغلا 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 الغلا، واخا كاين اللي قبلها الاقبال راه ما تيكون حتى العشيه حتى اللي هادشي اللي كاين دوك جوج كويرسات ولا ثلاثه وتيدخل بنادم بحال. حنا اللي درنا هو الماكله تاع الخيل غاليه، هذا هو المشكل. حنا ويلي وتزاد بالتريبل بالنص، تزاد بالنص الشعير. وكان الثمن هي بستين ريال، الشعير خمسين ريال، تصبح بمية ريال، مية وعشرة. هذا هو المشكل اللي في الحرفة، ما ياكلوا البهيم اللي غالي. داك الشيء كنصوروه في الكوتشي كنحطوه في الماكلة صافي، هادشي اللي كاين مدبزينيه مع الماكلة نتاع البهيم. انت كتشوف الى فيزي تيبيو بهيم زينين، تيبيو كذا تيبيو كذا. حتى الرويان ما عندناش، الرويان هي بالزنق، العاودي كيدير هكا وتيجرح راسو. خصهم يشوفوا معانا في الرويان، بزاف في الرويان. الرويان حنا مضرورين بهم بزاف، هذا هو المشكل. باش يطلع العود زين، باش العود اللي يدير ليه الزنق كي بيكون هذا العود، لا في الصيف ولا في الشتوى. راه الزنق الا سخن تيسخن في الصيف، والا برد تيبرد في الشتوى بزاف. هذا هو المشكل اللي عندنا حنا في الحرب، وخصهم يعطيونا رويان شويه شويه. لاباس الله يجزاك البركه. راه شويه هاك وشويه هاك، الصيف شويه والشتوى ناقصه القضيه. يلا كي بحالك الله برا انا هاد اليومات شويه بعد الله يجزاك البركه. بنادم قناعة شابعة الله يجزاك البركه. شويه شويه الله يجزاك البركه، غير شويه الماكله غاليه وداك الشيء والمصروف وكل شيء غالي. وما كثر من الزياده، لا الزياده كانوا الناس قاعدين ثلاث سنين ما كاين والو، ما تيديروا حتى حاجه، غير قاعدين. وحنا غير باشين الكوتش هذيك الساعه ما كاين لا خدمه لا رزمه. هو داك الشيء اللي كاين. وهاد اليومات بعدا شويه الله يجزاك البركه. بات زيت بن خاله كلشي تزاد، داكشي كلشي داكشي المصاريف غالي ديالها. ديك سعر 3300 4000، ودروك تنقص النخاله، ودروك تنقصت شويه بعدا 24 26، وداكشي اللي كيوت بن 50 ريال وداكشي بعدا شويه بعدا ماشي بحال. داكشي اللي كاين الغلا الغلا، اما القبل لا جا البركه شويه لاباس. بعدا تحركت شويه القضيه هاد اللي مات، الغلا كاين اللي قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشاين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.